صح. انا بنام حبيبتي عشان انت عايز يعني سهل على الله اي حاجه. طيب فالمفروض بعد ما قسمنا الشغل وحسيت ان في واحد بيعمل ايه في وقت قد ايه صح؟ المفروض يحصل ايه؟ كل مرة شوف وصلنا لإيه؟ كل قد إيه؟ كل أسبوع، كل أسبوعين، كل بروجرس، كل طلعة مش عارفة مين، المهم بنتفق فيها إيه؟ مع بعض. دي حاجة. وبنتفق هنتقابل فين؟ صح؟ نتقابل هنا في المدرج، نتقابل عند حد، نتقابل في الكافتيريا، نتقابل فين تاني؟ في المكتبة. صح؟ نتقابل في كافيه، نتقابل في المهم نتقابل. على حسب برضه اهتماماتنا، في ناس ما بتحب الهدوء يبقى المكتبة وعندي ريفرنس وعندي نت وهكذا. في ناس بتحب ايه تقعد تشرب حاجات كتير وهي قاعدة تشتغل مكيفات، نروح نتقابل في مكان فيه ايه الموضوع ده على حسب اهتماماتنا لان احنا قريبين من بعض المفروض. خلاص؟ طيب. هكمل يا جماعة؟ طيب. وهنتقابل نقول ايه؟ هنضيع وقت بعض؟ ولا لازم الميتنج ده نطلع فيه بحاجة؟ بأوت كم؟ يبقى قبل الميتنج حماده وبعد الميتنج ايه؟ حماده تاني صح؟ مفروض صح؟ يبقى في اي تطور ان شاء الله سلمايه بس مش كده يا جماعه؟ كده يا دكتور. فلازم قبل اي ميتنج نتفق الميتنج اللي بعده هيكون امتى؟ وهنعمل فيه ايه؟ صح؟ واول كل ميتنج يبقى في اوت لاين زي اللي انا بحطه لحضراتكم نفهم ايه اللي هيحصل في الميتنج ده عشان الموضوع يبقى منظم ويبقى محدد وكل واحد عارف ايه اللي هيحصل فين في الميتنج ده. خلاص؟ المهم المفروض في الميتنجز الادفانتج فيه يبقى عندي الجدول ده. يعني المفروض هو جدول طبعا عندكم ايه جدول؟ اثنين كولوم مكتوب مش باين، اول كولوم مكتوب عليه تو دو يعني المفروض ايه؟ اللي لسه هيتعمل. خلاص؟ اللي في النص اللي هو دوينج اللي هو بيتعمل حاليا كونتينيوس هو يعني ايه؟ شغالين فيه. صح؟ والدن ده انتهى. ايه فايدة الكلام ده لما حضراتكم تعملوه وتشوفوه؟ هعرف الحاجة اللي عليها برافو هنعرف الدنيا ماشية ازاي؟ فاضل ايه وعملنا ايه وفاضل ولسه ايه؟ تبقى الصورة واضحة وباينة عشان الوقت ما ايه؟ ما يسرقناش. وبتفيد كمان في ناس مثلا بيبقى عندها ظروف، ناس غايبة، ناس لسه منضمة للجروب. خلاص؟ تعرف ايه اللي حصل. تمام يا جماعة؟ طيب بيقول لك كل ميتنج زي ما قلنا لازم يبقى فيه اوتلاين زي اللي بحطه لحضراتكم كده في الأول هنناقش فيه ايه علشان يبقى فيه ايه مانجمنت يبقى فيه إدارة ايه سليمة كويسة وما نضيعش وقت بعض. خلاص؟ تاني حاجة لازم نعمل تشيك ليست اللي احنا عاملينه ده الجدول قصدي اللي احنا عاملينه ده ونعمل تشيك ليست بالايه الميتنج الجاي. الميتنج الجاي يا جماعة قبل ما نمشي انا هيكون في كذا وكذا وكذا او هستلم من كذا وكذا وكذا او هننظم فيه توزيع حاجه جديده او هنشوف الدايجرامات مع بعض. خلاص يا جماعه؟ بيقول لك ايه بقى في الميتنج؟ هي الميتنج دي المفروض تبقى قد ايه يا جماعه؟ يعني قد ايه؟ يعني ساعه اثنين ثلاثه حسب على حسب حسب نعم
عملت ايه بقى تاني؟ منفصل مننا؟ أنا كنت مش عارف عندي بصراحة. نرجع تاني نروح فين؟ هنعمل ميتنجز خلاص؟ كل قد ايه؟ هنتفق مع بعض خلاص؟ تمام يا جماعة؟ ليه؟ عشان نعرف احنا واقفين فين؟ في المشروع عملنا ايه وبنعمل ايه وايه اللي خلص وايه اللي لسه ما خلصش وايه اللي مع مين ومين بيشتغل جزئية ايه وهكذا. خلاص يا جماعة؟ طيب وبعدين قلنا ما ننساش كنت سألتكم سؤال قبل ما الدنيا تضلم كده، قلنا الميتنج دي مدتها قد ايه؟ مالش مدة، يعني حسب الحاجة الموضوع اللي هنناقش هياخد قد ايه، ممكن تحصل خلافات ممكن كده يعني، فيطلع بره الوقت المحدد في مصر. تمام، ممكن ساعة ممكن اثنين ممكن ثلاثة على حسب برضه فضل قد ايه ونخلص المشروع، عشان بس لو احنا لازم نشتغل بقى بسرعة عشان نخلص ونناقش او حاجة ما نضيعش وقت في نشتغل اكتر ما نتكلم. انا فاهمه ما الميتنج دي انت بتشوفي الشغل وصل لحد ايه فبيبقاش يعني هزار يعني بيبقى ايه برضه شغل، بس انا قصدي طول الميتنج يعني ساعه ولا اتنين ولا ثلاثه عشان مش لا هو ماكسيمم 3 ساعات دكتور. دكتور اعتقد كل ما يكون العدد كبير كل ما يكون وقت الميتنج اكبر. لا اكيد طبعا. تمام في ليميت؟ طيب لازم يبقى في ليميت عشان ما يوسعش. تمام ماكسيموم كام؟ ساعه؟ لا ساعه قليل، ساعه قليل قوي. لا بيقول لك هو كان جزء من 3 ل 4 ساعات بالظبط. ممكن يطول قرب الاخر بقى احنا بنفنش وبنشطب وعايزين نعرف ونعمل كونديشن والكلام ده كله، بس يفضل بعد كل ساعه يحصل ايه؟ هنفصل صح؟ في حد عايز يصلي، عايز يخش الحمام، في حد عايز يتكلم في التليفون، في عايز ياكل، حد عايز ياكل حاجه، يشرب حاجه، يشرب سجاير، يعني يغسل وشنا حتى. تمام عشان ايه؟ نرجع فايقين صح؟ لان الغرض من الميتنج ده ايه اللي يحصل فيه؟ ان احنا نستفاد، نستفاد يبقى في فريش ايديز، يبقى في ريكريشن، يبقى في فايده، يبقى في اضافات لكل واحد بالظبط، ما نبقاش قاعدين عاملين كده زي ما انتوا عاملين كده. خلاص نبقى راجعين مفوقين عشان نستفيد من الايه؟ من الوقت صح يا جماعه؟ طيب انا بكرر ارجوكوا حاولوا يبقى في ايه؟ جروبس لو سمحتوا. ماشي يا جماعه؟ طيب ايه الفايده من جروب؟ عشان تفادوا الاستقرار كل الكلام الكبير اللي انتوا بتجربوا عليه، ولو تلاحظوا احنا عاملين زي البازل كلنا بنكمل ايه؟ بعض. طب هل دايما الحياه ورديه كده؟ لا. ايه اللي ممكن يحصل؟ اختلاف. هيجي منين ده اختلاف؟ في الاراء مثلا. هيجي لما مثلا الاقي انا بشتغل ومديري ما بيشتغلش. ايوه معتمد عليا او داخل كده معانا. ايوه حد فرض رايه. تمام يبقى احنا ايه؟ مختلفين عن بعض، شخصياتنا مختلفه. ده الاخوات بيتخانقوا ما بالك بالناس الايه؟ الزمان صح؟ مش كده يا جماعه؟ طيب ممكن نحلها ازاي؟ ايه ده هنعمل ايه؟ هنوقفهم كلها؟ التيم ليدر بيكون كلام مسموع اكتر من كل الافراد الجروب يحترموا يعني. تمام يبقى التيم ليدر المفروض يمانج الحته دي ازاي؟ ان يبقى فيه فليكسبيليتي. فليكسبيليتي عند مين؟ الاطراف اللي ما بينها ايه؟ مشاكل او توقف صح؟ نقعد مع بعض ونعمل سوشيال ميتنج للايه؟ للخلافات زي ما بنعمل ميتنج للشغل، نعمل ميتنج لايه كمان؟ خلافات. للخلافات نحاول نصفي الخلافات. تمام كل واحد يقول اللي جواه. تمام علشان ايه؟ الدنيا تهدى خلاص. ممكن لو الاثنين دول بيسببوا بعض فيما بينهم توتر ممكن نجيب ايه؟ حد ثالث بيسلم ويستلم، يعني حد يبقى فيه وسيط. ماشي يا جماعه؟ وسيط ما بينهم. قعدنا وخرجنا مع بعض وحضرنا ماتش كوره مع بعض وشربنا عصير مع بعض والدنيا هديت. نفرض ان برضه ظهرت مشاكل تاني. مش بقى يا ساتر يا رب. مش بقى.
نعمل ايه بقى؟ هو في مرحلة في فرض من الجروب لازم نسيب الجروب. يعني احنا بندي شوية ايه؟ لا حضرتك كلنا الحقيقة يعني مش نبدأ الموضوع ما ايه ما يبقاش كده على طول بدر في ساعتها، لا لازم ندي. يمكن عنده ظروف مش وارد، مش احنا كلنا بني ادمين بنعيا وبنتعب وعندنا عيالنا واولادنا واخواتنا واهالينا، ما يمكن وارد ان هو في مشكلة عنده. خلاص قعدنا معاه وصفينا وعملنا وبرضه في خناقات، المفروض نقول لمين؟ المشكلة احنا قلنا للتيم ليدر وقعدنا معاه وجبناه، مش احنا قلنا الكلام ده يا جماعه؟ وخرجنا مع بعض واتكلمنا بصراحه وكنا اوبن مع بعض وكل حاجه، برضه حصل ايه؟ خلاف والشغل مش ضابط، نعمل ايه بقى ساعتها؟ ارجع للمشرف. مين المشرف؟ هيعمل ايه بقى المشرف؟ المفروض هيقعد مع الافراد الايه؟ الفرد او الاثنين او يعني اللي عامل مشاكل، ويقعد مع بقيه الايه؟ الفريق، يسمع من هنا واسمع من هنا. يمكن هو مكسوف يقول لهم حاجه في ظروف معينه، خلاص عايز وسيط، عايز يعني يحاول يقرب الايه؟ يقربهم مع بعض. اصل ده مشروع كل الحكايه شهرين، يعني نستحمل بعض شهرين ثلاثه. طب ده ما اديش انطباع للمشرف ان هو مثلا يعني هخاف ينقصه درجات احيانا في اعمال الشغل؟ لا لا، يعني المفروض المشرف مش كده يعني، يعني المفروض يتفهم. وبعدين ما احنا كنا طلبه وعارفين المشرف جاب الفريقين اللي في ما بينهم ايه، اللي هو كان اساسا فريق واحد وايه في خلاف، قعد مع ده وقعد مع ده وحاول يقرب الايه الافكار ما بينهم. لو الدنيا ظبطت وبرده حصل خلاف هنعمل ايه؟ هنشيله بقى خلاص. هنضطر نقعد بقى برده في اعضاء الفريق التيم ليدر ونقول له ان احنا ايه متأسفين ومش هنقدر ايه نكمل. ماشي يا جماعه؟ يبقى في الاول مش من اول مره كله يعني بيقطع او بيمشوه او بيفضوا التيم، لا نديله فرصه والتانيه والتالته. حصل بقى مشاكل نبدا نرجع لمين؟ لا الاول ايوه، ما احنا ما بيننا وما بين بعض، ما ليدر ده واحد من الفريق بس. خلاص حصل بقى مشاكل ومش قادرين نحل، نبدا نروح لمين؟ للمشرف. هيقعد معاه قعده ومع دول قعده ويحاول يقرب، برده ما فيش فايده. هنقعد ونتفق ان الايه الشخص او يعني الجروب ده عامل مشاكل ومش هنقدر ايه نكمل مع بعض، وبعدين نبلغ مين؟ المشرف. ماشي يا جماعه؟ تمام. بلاش من اولها كده ايه، بس حاول كده ما توصلش دايما لكده. لا ما توصلش، بس ما توصلش بتوصل. بس مش عايزه اديكوا الصوره الوحشه، لا بتوصل بتوصل وبتوصل قوي، بتوصل اكتر. بيبقى قبل التسليم وبيسيبوا بعض. ما عشان كده يا دكتور في ناس بتبقى عايزه تعمل المشروع لوحدها عشان ما يحصلش زي اللي يسيبوا بعض من فرح اهو فصل. على فكره هو فصل. طب اعمل ايه؟ شيل الجل كده واكتبيه تاني. انا زهقت والله. لا هو فصل من هنا. انا اول مره احصل كده. انا كان معايا واحد من الناس كلهم ده. طيب هو زعل تاني. طب بصوا يا جماعه انا هقول لكم حاجه دلوقتي، الاساتذه دول يبقوا ايه؟ بقى شويه بيشرفوا بقى على ايه؟ ماجستير، وبيشرفوا على الدكتوراه، يعني ممكن يكون مبتدا في حته تانية، فبيبقى الموضوع ده تقريبا قاصر على المدرسين اللي زيها زي كم واحد في علوم حاسب؟ كم واحد؟ لا كم واحد خمسة. خمسة؟ اه. وفي نظم كام؟ اتنين. انا وعبد المنعم. احنا سبعة. وانتوا بسم الله ما شاء الله. لو كل واحد عمل مشروع هنخلص ايه كمان تلات اربع سنين. ما ينفعش. وبعدين احنا كل واحد فينا معاه كورسات، صح؟ ما احنا بني ادمين. صح؟ بنعيا ونتعب، الاسبوع اللي فات انا يعني وقعت كده وانا واقفة. وارد. صح؟ عندنا حياتنا برضه مش كده؟ بندي كورسين وفي ناس بتدي في ايه؟ في اماكن تانية، ومعانا ماجستير ومعانا دكتوراه. ماشي مشينا زي ما انتوا عايزين، وكل واحد مشروع. ايه رايكم في البرفورمانس بتاعنا معاكم؟ شايفه فيه؟ شايفه ايه رايكم؟ شايفه فيه وقت؟ لا وهو كمان ضرر لينا احنا، لان مفيش حد نتبادل الثقافات معاه، فالمعلومات بتاعتي بس. انا قلت ايه امشي معاكم عشان ايه ما تتضايقوش مني. ايه رايكم بقى؟ ده اذا لقيتوا مشروع
شغالين هنتكلم كده. وطبعا اكيد بيبقى الدكتور عنده خلفيه مين اللي عمل، لازم هو لازم اساسا يتكتب مين عمل ايه خلاص يتسال فيه. انتوا مش عايزين مثلا تبتدوا او بتاع، طيب انتوا مثلا مشروع من 5 اللي اشتغلوا كام؟ انت عايزين 3، انتوا هتتحاسبوا على مشروع عاملينه 15 يعني في النهاية هيأثر على النمرة بتاعة المشروع. يعني انت لو مستنية امتياز كده مش هتاخد امتياز، يعني المفروض الفانكشنز او الخدمات او السيرفيس اللي يعملها المشروع ده او يقدمها المشروع ده 5 على قد 5 عشان كله يشتغل. ما ينفعش يعني بالذات الموضوع ده لازم نبقى فيه صراحة مع بعض. معلش هتزعل مش هتزعل معلش، بس يعني هي كده ضرتها خلاص. يا اما نديها تاسكات على قد ونقول هي عملت كذا، يعني في ناس بتكتب الدوكيومنتيشن بس وبيقولوا كده خلاص يا جماعه. لكن ما ينفعش ان هي تبقى محسوبه ومتفرجه يعني هي جايه يوم المناقشه. ماشي يا جماعه ينفع الكلام ده؟ طب دكتور عشان احنا عندنا بس في خطا في البنت، هل كل واحد مش حضرتك قبل كده سالت كل واحد هيقيم لوحده؟ فهل احنا درجه زائد درجه المشروع كلهم بيتحطوا على بعض، ولا المشروع بيتقيم لوحده واحنا بنقيم لوحدنا؟ يعني سألت حضرتك قبل كده قلت لنا ان كل واحد بياخد تقديره على الشغل اللي هو كتبه والبرفورمانس بتاع الوقت المهم. عملت لكم توزيع الدرجات؟ اه صح. طب والمشروع بتقولوا عكس الكلام ده؟ اوكي يعني احنا كلنا بنكتب واحد 5 في 3 اشتغلوا وفي 2 ما اشتغلوش، دول مش هينجحوا في المشروع. مش هيشتغلوا بس مش هيشتغلوا اصلا درجات التانيين، بس تقدير المشروع يبقى لان الثلاثه التانيين هيتسالوا في الحاجات اللي هم عملوها بالظبط. الاثنين التانيين دول هيعملوا ايه؟ الثلاثه التانيين دول اللي مستنيين امتياز مش هينقصوا منهم حاجه. لازم الفانكشنز اللي يقدمها المشروع على قد 5 هيعملوه بقى الثلاثه التانيين. هيشيلوا المشروع كله هيشيلوا ماشي، يعني لو الفانكشنز على قد 5 واللجنه لقت كده والادفايزر اللي انتوا المفروض بتقابلوه كل فتره ما خلاص شايف ان المشروع ده كفايه خلاص هتاخد الدرجه. لكن لو انتوا عاملين فانكشنز على قد 5 شلتوا بقى 2 يعني كام فانكشن على قد عشان تعملوا مشروع على قد 3 ساعتها ده هيقلل. لا المشروع كامل بس يعتبر 3 اللي اشتغلوا فيه المشروع كامل بس لازم يتقال. لو كامل هتاخد طبعا الدرجه كامل، بس الدكتور بيبقى عنده خلفيه يعني مثلا لما اجي اسال انت فلان عملت ايه فاكيد هيبقى مش عارف هو عمل ايه التاني في كام يا دكتور. ده مش هيتقارن بده، عشان كده لازم يتقال كل واحد ايه البارت اللي عمله في المشروع. يعني ما ينفعش يا دكتور حد يشيك حد دكتور، ما ينفعش كمعلومه عامه كده، ما ينفعش كمعلومات عامه يعني واحد كمورد وخلاص ما بيعملش حاجه يكون بس عارف معلومات عامه كده ما ينفعش. موجوده كلها معاك. طيب نيجي بقى لايه برده نفس الاوت لاين بعد ما خلصنا الجروب ورك على الادفايزر صح كام؟ هو بعد كده الادفايزر لا سلايد كام؟ الشخص اللي هي ادفايس او هي سوبرفايز ده بيدي ايه؟
يسلمه؟ المشروع محتاج يكبر، المشروع لا كبير كده صح؟ التوبيك المفروض يتحدد اكتر، او الفانكشن اللي هتتعمل لازم تكون واضحة وصريحة اكتر من كده صح يا جماعة؟ الدياجرامات تتعدل. وايه كمان؟ لازم المشروع بقى يبقى في مجال تخصصه. على حسب المشروع بتاعي.
شاطر قد ايه يعني ريليفنت حسب الاحتياجات الخبره المتعلقه مثلا ممكن نستفاد منها بالمشروع ده يعني عندها خبره مثلا نعمل سوفت وير يفضل يكون عندها خبره عمليه في السوفت وير شكرا. انا بقول على حسب احتياجي في النقطه اللي انا محتاجها في المشروع منها يقدر يساعدني فيها. تمام، كله قريب من بعض. ايه تاني يبقى ريليفنت للموضوع؟ وانا احيي الكيمياء، انا معاكي في الكيمياء لازم نرتاح لبعض. ايه تاني؟ حاجه ثانيه مهمه جدا. اه ثانيه واحده اتفضل. يكون الدكتور نفسه متحمس للفكره بتاعتك. حلو تمام حلو. طب ايه كمان؟ الميكروفون معاك. هو بس اهم حاجه ان هو يكون شخص معطاء، ما يبقاش تخيل بالمعلومه بتاعته عنه، معروف عليه ان هو بيساعد صح بيدي خلاص هيتصرف، مش عارف هيشوف لي حد هيكلمني حد عايز اجمع داتا في مكان معين، هو طبعا مش هيروح معايا يجمع، يعرف معارف يعني هيتصرف هيتشقلب كده وايه يحاول يساعدني خلاص. ايه كمان؟ هو يكون متاح موجود اقدر اتواصل موجود بالظبط، مش عنده مليون حاجه هنحاول يعني، بس ان هو قابلنا خلاص او حتى موفر لنا وقت ايه بيرد علينا فيه. تمام يا جماعه، ولما احتاجه اعرف ايه اوصله. ماشي يا جماعه، يبقى لازم يبقى لي علاقه بيه ايه كويسه، ليه علاقه بالموضوع هيفيدني، او حتى لو ملوش علاقه الموضوع ايه عامل له تحدي ومبسوط بيه وعايز ايه يشرح هيساعد يعني خلاص، وان الراجل ده يكون ايه قابلنا صح. طيب نفرض ان كل الصفات الحلوة دي موجودة في اكس، دكتور اكس رحت اعرض عليه الموضوع قال لي لا غيروا الموضوع على كده بس بالظبط. حلو قوي. ايه بقى لازم ندفع عن فكرتك عشان انا اللي قلت مش انت قاعده فعلا لو انا مقتنع بفكرتي ايه المشكله عايز ندفع عليها غيره عايز ندفع كلام الدكتور لازم ندفع حاجه خالص هو انا لو شايف ان الدكتور شايف ان المشروع بتاعي ماشي فيه يعني عنده خبره فيه كويسه قوي وقال لي لا المشروع ده ينفع فاكيد هو مسافه هتكون افضل يعني. لا ممكن ما بلاقش ما ينفعش المشروع كويس، بس هو ايه رايك لو عملت المشروع الفلاني ده انا افضل ايه لو عايز نشف تختار مشروع من المشاريع دي؟ هنرمي مثلا شغل شهر شهرين علشان الدكتور؟ طب وباقي الفريق مثلا؟ هو مجرد بيقترح دكتور. اه بالظبط، يعني هو براحته يقترح، انتوا ممكن تتجمعوا مش شرط عشان انا قلت اتفضل. والله عجبكم الكلام حلو، بس لازم تتعلموا ايه؟ تدافعوا عن المشروع. ده بقالكم قد ايه عشان تعملوه؟ هتقعدوا اعداد كتيره مش اقل من شهر عشان توصلوا للايه؟ للفكره. صح. هتضيعوا مجهود شهر. انا عارفه دي فكره جاهزه وطالعه من عند الدكتور الاكس الفلاني وجميل وحلو وكيمياء والكلام ده، بس ليه؟ خلاص طبعا اتس اب تو يو، بس انا بالنسبه لي هدافع عن فكرتي يعني انا لو مكانكم هعمل خلاص. ماشي يا جماعه نكمل. الفورمات، الفورمات قصدي هي بيها هنا ايه الفورمات بتاع الريبورت اللي انا ايه بقدمه، عمال اقول لكم كتاب 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 هنشوفه ان شاء الله ربنا يسهل في محاضره من المحاضرات، بس اكيد ليه طريقه ايه يعني تنصيب. تنصيب يا سلام، مين اللي قال؟ ربنا يخليك صحصحنا كده. في تنصيب معين في كتابه الايه الريبورت ده، في كتابه الدوكيومنتيشن. عارفين اي جهاز مش بيبقى معاه مانوال؟ في طريقه كده للمانوال صح، برضو في طريقه للمانوال بقى بتاع بتاع البروجكت اللي هو الريبورت او الدوكيومنتيشن. في شابتر 1 يبقى شكله عامل ازاي، في ايه واسمه ايه، شابتر 2 بيبقى عباره عن ايه، شابتر 3 ليه شكل خلاص، بالاضافه كمان ان ليه نوع فونت وحجمه والسبيسنج ومش عارفه الباراجرافات والهيدر يبقى عامل ازاي وتحت كل فيجر ايه والتيبل، في شكل منمق ومنظم معين خلاص يا جماعه. برده هيجي وقت. نعم. هو ليه دايما لما بنيجي نعمل دوكيومنتيشن للبروجكت يعني يقول لك استخدم الفونت ده واستخدم ما اعرفش ايه ولازم التنصيب بتاعك يكون مثلا الهيدر 16 ما اعرفش الباراجراف 14 استخدم مثلا اريال تهوما ليه؟ ممكن مثلا يكون في واحد يعني عنده شكل ابداعي في الديزاين بتاعه او في التنصيب بيطلع حاجه بشكل افضل. طب انا هقول لك حاجه، يعني انت ممكن حضرتك تبقى البيبر بتاعتك واو مطلع بقى ريزلتس ايه ان شاء الله لما تعمل بيبر وت
تبعتها في مؤتمر تترفض بس عشان التنسيق مش زي ما هو عشان يكون يعني دي معايير متعارف عليها سبب اه ده يعني ده بالظبط كانه ايه نوع من انواع احترام للمكان اللي انت بتعمل فيه الكلام فلما يلاقوا ايه مش لازم تبقى باشكال وكده نعم هي حاجه فورمال وخلاص حاجه فورمال بالظبط متفق عليه وما بيعتبروها ان هو ايه كانه قله احترام من اللي بيقدم ان هو مش متبع نفسه لا هي مش فكره قله احترام او حاجه فورمال الفكره بس انا عايز اطلع الحاجه بتاعتي بشكل منظم هو ما بيبصش للبيبر اصلا او الحاجه اللي حضرتك بتقدمها لو مش بالشكل اللي هو متعرف عليه او لان هو في الاول بيقول لك الفورمات بتاعتي اهي خدها وقدم لي اللي انت عايزه فانت تجاهلت هو بياخدها كده ماشي حتى لو انت عامل حاجه محترمه جدا فلازم نخلي بالنا لا هذه بس اضافه لان الشيء النقطه دي ناس كتير بدات تعمل كده نقطه الفورمات الديكس مش بتاعت هي لان في ناس اصلا متخصصه في كده اه بيظبطوا عليه شغلهم اساسا بس هو يعني كل مجله او بالنسبه لنا بقى احنا هنا في الكليه في فورمات معين متعارف عليه خلاص يا جماعه تمام يبقى عشان اكتب الريبورت ليه طريقه في العرض او ليه طريقه في الكتابه تمام يا جماعه عشان يطلع بالشكل اللي عارفينه هنا في الايه في الكليه ماشي طيب وطبيعي لو البروجكت كويس الريبورت هيبقى شكله عامل ازاي كويس هتيجوا تعملوه في اخر اسبوع بعد ما تكونوا خلصتوا المشروع لا وتكونوا نسيتوا كل حاجه حصلت في المشروع بنعمله ستيب باي ستيب يا ريت كل ستيب تخلص تتسجل تتوثق عشان احنا بني ادمين احنا عشان بني ادمين بيحصل لنا ايه عندنا زهايمر صح فلازم اي حاجه تخلص يحصل فيها ايه واحيانا بيبقى محتاجين ان احنا ناخد زي سكرين للاكواد او الشكل اللي احنا عندنا ده لازم يتعمل برده هقول لكم عليه بس لازم اول باول الريبورت ده ايه يخلص ما يجيش قبل التسليم باسبوع نطبق بقى اسبوع كلنا ان هو نصر ونبقى عاملين كده يوم المناقشه وعندنا حمراء هنا اسود مش عارفين نرد عشان عايزين نعمل ايه الريبورت ماشي يا جماعه طيب اخر نقطه بقى في الباوربوينت اللي مش عايزه تخلص دي خالص معلش نعم طب الحاجات دي لما بنيجي نسجلها كل واحد بيبقى مسؤول عن الجزء بتاعه بنسجله ولا واحد بس بيبقى مختص عن لما يجي الحاجات هقول لك في اوقات ايه لما في تيم بيعمل كده واحد بيبقى مختص بيقعد مع كل ايه عنصر في الفريق يشوف عمل الجزئيه دي ازاي وفي فريق لا كل واحد بيخلص جزء بيسجله ماشي على حسب حسابكم انتوا تمام طيب اخر نقطه كانت الايه الديدلاين مش كده يعني ايه ديدلاين خط الوفاء لا ميعاد التسليم اخر ميعاد التسليم والله انا اتفضيت اقصى وقت ده اخر ميعاد التسليم بالظبط كان المفروض الديبارتمنت بتعمل اعلانات بقى على الجروب بتاع الفيسبوك بتاع الكليه هنا كل قسم لوحده بنعمل اعلانات وبنعلقها امتى ميعاد تسليم ايه الريبورت خلاص بنسلم ايه هارد كوبي بيبقى مثلا 4 او 3 على حسب كل قسم وسيديهات او فلاش ميموري عليها ايه عليها الريبورت تاني السيديهات دي عليها ريبورت تاني سوفت كوبي وعليها كمان الداتابيز وعليها البروجكت خلاص يبقى هنسلم ايه هارد اللي هو الريبورت اللي انا عماله احكي لكم عنه مش عارفين ده عباره عن ايه هم بقى 3 نسخ او 4 نسخ ومع كل نسخه فيها سي دي فلاش عليها الريبورت تاني كسوفت وعليها الداتابيز وعليها البرنامج بتاعنا او البروجكت بتاعنا ماشي يا جماعه طيب فالمفروض بنعلن الكلام خلاص طيب فبيقول لك لازم تبقى ريدي علشان تسليم الايه البروجكت او الريبورت والسيديهات او الفلاش ميموري خلاص يا جماعه فلازم نقرا الريبورت ده كويس عشان ايه ميبقاش فيه سبيلينج ميستيكس كده لان الانجليزي ده ايه مش اللغه الاصليه بتاعتنا فبقى كده صح الصفحه كلها باراجراف واحد ما فيهاش ولا نقطه كلها مش المفروض ونيفر بلس وهاويفر وبتقول لي نقطه صح والتنسات بقى بتدخل شويه ايه فيوتشر على شويه بريزنت على بوست على مش كده مش ده اللي بيحصل نتكلم عربي صح حتى لو في مننا مدرسه يا دكتور مش مفروض ان احنا نعمل الكتاب عربي لا عربي مين انجليزي بس انا كنت بتشاور مع
ناجي ولا ايه كده. طب يعني ملخص او حاجه اسالك؟ نعم يبقى في ملخص زي زي كتاب الخساره كده وهو ده المشروع. انا ما سمعتش الموضوع ده والله. كنت بتكلم معاه قلت له عندي لا مش نقش عربي ولا بقول لي حتى المناقشه تبقى ايه. لا المناقشه عادي هي بتكلمي بالعربي. اهم حاجه مش انت يا عم لا اسأل بس يعني انا بقالي بتاع 6 سنين ما شفتش حد سلم مشروع عربي. بس ممكن تتكلمي عربي يعني عادي مش هنعمل فيكوا حاجه. بس البرزنتيشن مكتوبه بالانجليزي زي ما كنت انا كاتباها قبل ما تختفي كده والايه والكتاب الانجليزي. طب يا دكتور في المناقشه الاسئله بتبقى في الحاجه اللي احنا عاملينها بس ولا بتبقى في اسئله ثانيه معلومات عامه عن الحاجه اللي احنا عاملينها؟ انا رديت قبل كده يا باشمهندس. هو المفروض لو بوجه لك سؤال في جزء انت ما عملتوش بتردي بفكره عامه. المفروض كلنا فاهمين المشروع ده عباره عن ايه. بعدين بقى لما تبداي تدخلي في الديتيلز ده والله ايه زميلتي الفلانيه او زميلي الفلاني هو عمل الجزء ده هيكمل لحضرتك عشان بس يدينا انطباع ان احنا كلنا ايه فاهمين المشروع ده عباره عن ايه. الديتيلز بقى بتاعت المتخصصه بقى الواحد معين عمل الموضوع ده يرد بقى هو عليك. ماشي. يبقى المفروض ان احنا نراجع السبيلنج ميستيكس والجرامر ايه ميستيكس. ماشي. طيب الايفالويشن يعني ايه ايفالويشن؟ هتفضوني تاني زي ما طلعت. يعني ايه ايفالويشن؟ التقييم هيتقيم على اساس ايه بقى؟ على حسب التاسكس اللي هو كان مسؤول عنها. هنقيمه على حسب التاسكس اللي هو كان مسؤول عنها وخلص منها ايه تمام والتوصيف بتاعه شكله عامل ازاي. تمام. قبل كده بس هزود مش انا سلمت الريبورت يا جدعان خلص. المفروض كل مشرف ولا كل محكم والمشرف بتاعي يجي ماسك نسخه اهو. ده نوع من انواع التقييم. في معاه ايه؟ في معاه سيديهاته مع نفسه صح؟ وايه تاني؟ في برزنتيشن كل واحد هيعرض كل واحد محدش يجي يقول لي ايه واحد بس اللي هيعرض. العرض بتاعنا كلنا. انت بتحكي لي حكايه المشروع في باوربوينت فلازم المشروع يبان في الانترودكشن ولو في اعمال سابقه اشوف اقولها والاناليسيس اتعمل ازاي والاي ار دي لو خدته اي ار دي لازم تبان هنا وهي باينه هنا في الكتاب والدياجرامات بتاعت اليو ام ال تبقى موجوده في ورقه في البرزنتيشن كل حاجه. ولو في ديمو شغلوه لو قالوا ترام شغلوه لو في سكرين شوت كل حاجه. انت هتحكي لي الحكايه في ايه في نص ساعه يعني. كل حاجه في الكتاب موجوده في يعني بطريقه منظمه ومصغره فين في الباوربوينت. فده نوع من انواع التقييم صح. دي تاني حاجه في المشرف قلنا كان معاه 30 درجه لو تفتكروا. ايوه ده تقييم برضه. في اسئله بتتسال حضراتكم هتردوا ده كمان تقييم خلاص. فانتوا بداتوا التقييم من ساعه ما سلمتوا الايه النسخ بتاعتكم. ماشي يا جماعه. يبقى في ريكورد بيتسلم ده تقييم. في برزنتيشن بتتعمل وبتتقال صح. في اسئله بتسالها وبرد عليك. ده كلها ايه كل الحاجات دي ايه تقييم. ماشي يا جماعه. ولازم كل ممبر كل عضو كل واحد يتكلم. ماشي يا جماعه. ما ينفعش حد يسكت خلاص. طيب فلازم بقى اللجنه اللي بتبقى موجوده من مشرف واثنين محاكم او مشرف ومحاكم على حسب ظروفنا بقى ساعتها تتاكد انها قيمت كل ايه عنصر في الفريق او كل عضو في الايه في الفريق. طيب هو كان الجزء اللي بعده ده مهم جدا. معرفش هشرحه من غير الباوربوينت ازاي. هتكلم عن حاجه اسمها بروبوزال. اسمعوا عن حاجه اسمها بروبوزال اللي هي ايه اللي هي حضرتك قبل كده صح اللي هي ايه ما انا ما لقيتش رد قلت ليه مقترح. يعني ايه مقترح؟ اقتراحات ايه بقى المشروع ده ممكن يعني التطورات اللي احنا ممكن نعملها بعد كده اقتراح حل مشكله معينه في طريقه معينه في البلد. تمام. يعني انا بكتب بصوره موجزه خلاص. ايه الفكره؟ مش احنا قلنا المشروع ده فكره وايه المشكله اللي انا عايزه اعالجها في الفكره دي وممكن اعالجها ازاي لان دي حاجه ايه لسه هتتعمل. لاحظوا ان البروبوزال ده بيتعمل قبل ولا بعد؟ لا قبل. قبل. فالموضوع كله في الايه في الفيوتشر زي ما اللي انا بعمله دلوقتي. فوارد حلول
بيني وما بين الفريق بتاعي كأن والمشرف، إن ده الفريق بتاع المشروع الفلاني المشرف عليه المشروع الفلاني، خلاص؟ يعني كأنه إيه؟ عقد ما بيننا وما بين بعضينا، خلاص؟ والحاجات اللي فيه أو اللي مكتوبة فيه عن إيه هو المشروع وإيه هي المشكلة وهحلها إزاي، كأنها إيه يا جماعة؟ خطوات أنا إيه؟ همشي عليها عشان أحاول إيه؟ أطبقها وأنفذها للوصول لحل الإيه؟ المشكلة، أو إن أنا أطلع إيه؟ مشروع، بس مش ملزمة، وارد وأنا ماشي على الخطوات اللي أنا ذكرها دي ألاقي الموضوع إيه؟ مش ماشي، حاجات إيرور، يحصل كونفليكت، ماشي؟ أي حاجة، خلاص؟ أغير المشروع كله، الفريق كله يحصل له إيه؟ يسيبوا بعض، المشرف غيرتوه، وارد. يعني مش بروح امسح الجزء اللي انا عملته ده في الجزء، لا حتى برضو في مشاريع في الرسائل الماجستير ما انت بتعمل ايه بروبوزال والدكتوراه بيبقوا عارفين ان انت ايه الموضوع ده اسمه مقترح، يعني جايز يتطبق وجايز ايه ما يتطبقش، ممكن وانت ماشي في البحث تلاقي الكلام ده كله ايه ما ينفعش، او عبال ما انت خلصت يكون حد عمل، فانت بايه بتغير الايه طريقه ما ينفعش ان اكتر من مجموعه تقدم نفس البروجكت، لا ليه يعني لا غيروا بنك الدم برضه. انا نفسي بصراحه الدفعه كلها تعمل مشروع واحد، يا ريت هما نفسهم يعملوا كده. نفسي كان بيقول لنا قسموا القسم يومين وخلاص، واحد معاكي واحد على الاخر. هو يا دكتور هو فكرة، فأنا إيه بتعلم، خلاص زي أول بيبي كده أنا بتعلم فيه إيه
ازاي ابقى ماما مش كده، ازاي راجل صح. فالبروبوزال ده اللي بيعلمنا ازاي هنكتب ان شاء الله الايه الريبورت. خلاص طيب، وايه كمان بقدر احط فيه تايم تيبل، يعني جدول زمني كده معين رياليستيك للايه المناقشه بتاعتي، ويحجم لي الفانكشنز بتاعتي. ما اشطحش بقى، ما انا عايزه اعمل حاجات كتير خلاص، عايزه احل كل حاجه لا. فده برضو ايه هيلمني الدنيا. خلاص يا جماعه وبحط فيه بقى كل المشاكل اللي بتواجهني والتولز اللي هستخدمها ومين بيعمل ايه، كل حاجه. كل حاجه بتبقى موجوده فين في البروبوزال ده، بحيث انه يبقى مرجع ليا ولاعضاء ايه فريق. خلاص تمام. طيب سؤال بقى قبل ما اطير كالعاده، ايه الفرق ما بين الجولز والاوبجكتيفز؟ حد عنده فكره؟ احنا قلنا ان انا بيبقى عندي مشكله عايزه احلها صح، ما انا عايزه احلها، عايزه اوصل لاوبجكتيف لهدف. طب ما الجولز هدف. الجولز ده دكتور هو الاساسيه بالنسبه لي انا عايز اوصل لها، والاوبجكتيف دي مجموعه الاهداف اللي بتلخص عشان اوصل للجولز الكبيره. حلو، هي دي احنا اللي انا اوصل لها في الاخر. كل اوبجكتيف بايت في الاخر، لا الجولز هي في الاخر. الجولز دي يعني الاوبجكتيف دي انا صغيره هي عباره عن مجموعه توكس صغيره على كل مشكله هي بترد، يعني هي اللي بحلها. هي ايه بقى الاوبجكتيف؟ تمام. والجول الجولز هو لما احقق بقى الفكره بتاعتي بتبقى الجول ده بيبقى حاجه هدف على المدى البعيد. بالظبط كمان كده اقول كمان 10 سنين ان شاء الله عايزه ابقى مسجله تقديري دكتوراه. خلاص ايه بقى في العشر سنين بقى هعمل ايه؟ كل سنه بيبقى ليها ايه اوبجكتيف صغنطط كده عشان اوصل للجولز اللي بعد 10 سنين. يبقى انا لازم ادخل الدبلومه واخلص السنتين واعمل المشروع واجيب تقدير مش عارفه ايه، وادخل تمهيدي واعمل واسجل ماجستير واخلص الماجستير لحد ما اوصل لفين؟ ماشي يا فاهمين؟ يبقى جولز اهداف ايه بعيده المدى، الاوبجكتيفز المفروض يبقى ليها علاقه بالايه توصلني للجول صح، اهداف قصيره الايه المدى سهل الوصول ليها وسهل اقيسها. خلاص ازاي هقيسها؟ والله هدخل الدبلومه هجيب تقدير مش هجيب تقدير، لا هعمل مشروع اجيب فيه تقدير، فدي سهله الايه القياس. ماشي يا جماعه. الفرق بين الغايه والوسيله او الهدف برضه نفس يعني انت بتحققي حاجه في الوقت المعين، والحاجه الثانيه دي الهدف ده انت مستنيه على المدى البعيد. ايه بقى الغايه والهدف؟ ايه بجد ايه الغايه والهدف؟ الفرق ما بين الغايه ايه؟ اللي الحاجه اللي انت بتنفذيها في وقت معين، يعني انت محدده لها وقت معين. انا هقول لك الايمز هي الجول